قبل الحرب كان حلم كثير من الغزيين السكن على شاطئ البحر، لكنه اليوم في ظل هذه الحرب أضحى خيارا قسريا. فبعد تقليص إسرائيل المساحة الإنسانية الآمنة، دفعت إسرائيل بعشرات الآلاف من السكان للسكن على لسان الميناء هذا. نحن هنا في ميناء القرارة، حيث اضطرت كثير من العائلات للجوء إلى هذا المكان وبناء خيامها، نظرا لأنه لا مكان آمن يمكن أن تنصب فيه هذه الخيام. ولكن هذه الخيام هي موجودة في مكان خطر للغاية بفعل الزوارق الإسرائيلية التي تقصف محيطه ليل نهار. فيش أي منطقة أمينة في غزة، صحيح؟ بنواجه في الليل، بنواجه من الطرادات الإسرائيلية. بنواجه طرادات الإسرائيلية بتيجي هنا بتطخ، وهي ما بتطخ لأنه فيش صيادين، فهم بس إزعاج للمواطنين. ما فيش لا حمامات عندنا ولا شيء، فبنجبروا يعني الناس بنزلوا بيطيروا يقضوا حاجتهم على جوانب الصخر. على لسان الميناء هذا تنعدم كل وسائل الحياة، فلا بنى تحتية ولا يمكن لهؤلاء الناس الحصول على المياه العذبة بسهولة في ظل قطع إسرائيل لعشرات الكيلومترات من خطوط المياه الناقلة. وفي هذا المكان يعيش الناس أوقاتا صعبة، خاصة أنهم مقبلون على فصل الشتاء، حيث من الممكن أن تغرقهم أمواج البحر العاتية. وبدلا من أن يمتلئ هذا الشاطئ بالمصطافين ككل صيف، امتلأ بخيام النازحين الذين اضطروا للتعامل مع الظروف الاستثنائية في هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. آلاف الخيام نصبت هنا قبالة الشاطئ مباشرة، بعضهم من أنشأ هذه السواتر الترابية حتى تحميه من مد أمواج البحر التي تصل أحيانا إلى عمق هذه الخيام. أنا بيني وبينك صح، كنا نحلم نيجي يومين ثلاثة ونقعد على البحر ونكيف، كنا نحلم في البحر. الحين أجينا عشر العمر كله على البحر، شايفة بتهيالي سنين كلها على البحر، والحمد لله رب العالمين. وهينا مش عارفين ننزح، بدنا ننزح تاني. البحر طف علينا الليلة، طف وغرق وعينا وغرق حالتنا وخيمتنا كلها، راحت ركي مفتوحة كلها هيتها مزعت. من شاطئ بحر خان يونس، أحمد غانم، الميادين.